السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم مع بعض على موضوع جديد اللي هو Pathological Pigmentation. بالنسبة لل Pathological Pigmentation قصده يعني أي تغير ماشي غريب عن النورمال بيجمنتس اللي موجودة في جسمنا. على سبيل المثال في الجلد عندنا في حاجة اسمها الميلانين، ماشي، بيدي لون براونش كده. الميلانين ده لو زاد أو قل ده اسمه Pathological Pigmentation. طب الميلانين بيجمنتيشن العادي بتاعنا ده اسمه نورمال ايه بيجمنتيشن. فاي تغير بقى عن النورمال ده يا جماعه هنسميه باثولوجيكال بيجمنتيشن. برضو مثلا في درس اسمه باثولوجيكال كالسيفيكيشن، في عندنا حاجه اسمها نورمال كالسيفيكيشن، يعني الكالسيوم الليفل بتاعه النورمال موجود في الدم ليه مستوى معين من 11 مثلا مللي جرام. اي تغير عن الايه الليفل ده يبقى اسمه باثولوجيكال ايه كالسيفيكيشن. فاحنا نبدا مع بعض كده موضوعنا اللي هو باثولوجيكال بيجمنتيشن. ايه بقى هو الباثولوجيكال بيجمنتيشن؟ تعال نشوف مع بعض كده. الباثولوجيكال بيجمنتيشن المصدر بتاع الصبغه دي جاي منين؟ والله في حاجتين، ممكن الصبغه دي تكون جايه من خارج الجسم او منبعها من جوه الجسم نفسه، يعني ممكن تكون اكسوجينس وممكن تكون اندوجينس. ففي عندنا حاجه اسمها اكسوجينس بيجمنتيشن واندوجينس بيجمنتيشن. يعني يا جماعه اكسوجينس مصدر البيجمنت من خارج الجسم، ماشي، شمها بقى يدخل عن طريق الجلد بحقن معين، ماشي، بلعها ماشي مع دواء مع اي حاجه، يبقى دي اسمها ايه اكسوجينس. اندوجينس المنبع بتاعها من جوه الايه من جوه جسم، الدم نفسه، من اي ايه ماده غريبه موجوده فين داخل الجسم نفسه. تعال نشوف مع بعض كده الدنيا عامله ازاي. نبدا كده مع بعض بالاكسوجينس. اكسوجينس قال لي لها طرق. طب دلوقتي مع بعض، صبغه هتيجي من خارج الجسم هتدخل الجسم ازاي؟ يا اما هيشمها ماشي انهاليشن، او هتخش عن طريق الجلد ماشي تتحقن في الجلد نفسه، سكن انوكيوليشن اسمها كده، سكن انوكيوليشن ماشي، انتروديوسد اندو سكن، انتو سكن ماشي، او يبلعها انجيشن ماشي، يا اما استنشاق او حقن عن طريق الجلد او يا اما ايه يبلع. طيب ايه الحاجه اللي ممكن تتشم مثلا تعمل نوع منين من الباثولوجيكال بيجمنتيشن؟ والله ممكن تعال نشوف كده مع بعض، ممكن ذرات الكربون ماشي، الهواء كله الجو كله مليان ايه الكربون ده، هنستنشقه هيخش فين في الرئه ويعمل نقط سمراء كده جوه الايه جوه الرئه بين الحويصلات الايه الهوائيه. يعني احنا عندنا في اللنج في حاجه اسمها الالفيولاي، يعني مثلا لو جينا نشوف المنظر بتاع الحاجات دي عامل ازاي هنقرا مع بعض دلوقتي، بس نشوف الاول اللي انا عايز اقول لكم عليه ده. بص هنا، هنا مثلا ده بالمنظر بالميكروسكوب، دي اسمها الالفيولاي. تيجي تبص كده من الالفيولاي بتلاقي حاجات سمراء كده، نقط سمراء 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 كده ماشي تمام. النقط السمراء دي هي دي ذرات الايه الكربون، الكربون دي اسمها كربون بارتكلز او ذرات الايه الكربون، موجوده كده بين الايه نقط كده من الكربون موجود بين الايه الالفيولاي بعضها ماشي. بيسموا المنظر ده انثراكوزس، اسمه كده انثراكوزس تمام. يبقى ده اول حاجه انهاليشن. طيب ممكن يتحقن عن طريق الجلد ماشي، ايه اللي ممكن ايه الصبغه اللي ممكن ادخلها عن طريق الجلد؟ التاتو، تاتوينج اللي هو ده، بص المنظر عامل ازاي تمام. طبعا الصبغه دي بتخش عن طريق الجلد، بعد كده في عندنا في الجلد حاجه اسمها الماكروفاج او الهيستيوسايت، مش موجوده فين في قلب الايه في قلب الانسجه بتاعت الجلد نفسها، تبدا تاخد الصبغه دي وتجري بيها فين على الليمف نود. يعني الجلد اتلون دلوقتي بالايه بالنسر او الصقر او الورد او اي او الحمار اللي رسمه اي حاجه يعني ماشي، اللي هو الوشم يعني اللي بيعمله ده. وبعدين تبدا الايه الصبغه دي طبعا الماكروفاج تبدا تاخد ايه تاخد الصبغه دي الحاجات الزيادات بتاعتها اللي دخلت في قلب الايه الجلد، وتروح بيها على العقد الليمفاويه اللي موجوده فين في المنطقه دي تمام. تروح على العقد الليمفاويه تلاقي الليمف نودز اللي بتاخد من المنطقه دي او بتاخد السائل الليمفاوي من المنطقه دي لونها هي كمان اتصبغت بالايه بالتاتو ده ماشي. فده سواء الجلد او الليمف نود اللي اتصبغت دي ده بنسموه اكسوجينس بيجمنتيشن، او عن دخلناه عن طريق الجلد اسمه سكن انوكيوليشن اسمها كده. طيب برضه حاجه تانية في عندنا الانجشن، الحاجه اللي بنبلعها دي حاجتين ممكن ايه يتبلعوا، ممكن حاجات في ادويه ماشي، زي مثلا ايه صبغات الفضه مثلا او السيلفر ماشي، يحصل حاجه اسمها سيلفر ستيننج، يعني ايه او الجسم نفسه يتلون بصبغات الفضه كده، دي اسمها ارجيريا اسمها كده، شكلها عامل ازاي نشوف شكلها كده هنا، ادي المنظر ده اسمها ارجيريا سيلفر بيجمنتيشن. شوف المنظر عامل ازاي اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو الايه السيلفر بيجمنتيشن، تبقى موجوده في بعض الايه الادويه زي بتاعت القلب والحاجات دي
ماشي. طبعا لو خد كميات كبيره منها بتدي الايه اللون اللي انتوا شايفينه المنظر ده، اللي هي اسمها ايه ارجيريا دي سيلفر. حاجه تانية برضو في الانجيشن او البلع، زي الرصاص، مرض كده او مشكله اسمها بلامبيزم او ليد بويزنينج. الرصاص طبعا مش قصدي هنا بالرصاص اللي هو القلم الرصاص، ماشي. يعني الواحد يقول لك احط القلم الرصاص في بقي مثلا يعمل لي مشكله، لا مش هو ده خالص يعني، تمام. تسمم الرصاص ده في حاجات زي كده، مثلا شوفوا البويات، اي في بعض الحاجات البينتينج او التلويق، الالوان بتاعت اللعب الاطفال والحاجات دي كلها، ماشي. طبعا الالعاب اللي هي الايه، في العاب تبقى غاليه شويه، بتبقى الوان معينه خاصه بالاطفال، وفي طبعا اللي تلاقي العربيه الصغيره، في عربيه مثلا تلاقيها مثلا ب 5 جنيه، وعربيه تلاقيها ب 100 جنيه مثلا، تفرق في الالوان بتاعتها عشان تبقى مناسبه للايه وصحيه للايه الاطفال دول. فالمهم يعني ايه، الملوثات بتاعت الرصاص دي اللي موجوده في الجو، عوادم السيارات برضو موجوده فيها، ماشي. بتعمل كده نوع من الباثولوجيكال بيجمنتيشن، تلاقي اللثه بالمنظر ده، شايفينها الجمز كده فيها خط ازرق كده، شايفينها عامل ازاي، بلو لاين موجود فينها على الجم. المنظر ده معناه ان في حاجه اسمها بلامبيزم او تسمم الايه الرصاص، ماشي، او في نسبه رصاص عاليه موجوده فين، في قلب الجسم، تمام. دي اسمها بلامبيزم، تمام. ده بيندي برضو عن طريق الايه انجيشن برضو، يعني ايه دي برضو الاطفال في البويات والحاجات دي كلها، او في بعض المياه الملوثه والكلام ده كله، المواسير بتاع البيوت القديمه والحاجات دي كلها برضو فيها ايه المواسير البايظه دي كلها او المصديه دي كلها، ممكن تعمل حاجات زي كده، تمام. ده عن طريق الانجيشن. طيب يبقى ارجيريا سيلفر، بلامبزم الرصاص ليد. طيب ايه تاني برضو، شوف المنظر ده عامل ازاي، الجزر الكاروت، يعني حاجه اسمها كاروتينيميا، يدي لون ايه مصفر كده زي ما احنا شايفين كده، يعني اكسس انتيك اوف كاروت يدي المنظر ده، بيسموها كاروتينيميا. طبعا هي ما فيهاش مشكله ولا حاجه، بس يعني القلق اللي موجود هنا ان هو ممكن مثلا ايه نقول عنده الصفرة، عنده مشكله في الكبد ولا بتاع، وممكن تتشخص خطا انه ممكن يكون عنده ايه الصفرة دي، اسمها كاروتينيميا. الجزر نفسه يعني لما تاكل جزر كتير بالمنظر ده لون وشك يصفر وايدك تصفر بالايه بالمنظر العجيب ده، دي اسمها كاروتينيميا. طيب تعال نشوف كده هو ايه الكتاب عندكم قايل هنا ايه، بصوا كده هنا. فاول حاجه disturbance of pigment metabolism، there are two classes of pigmentation، في exogenous و endogenous. تعال نشوفه بيقول ايه على الاكسوجينوس ده، بص exogenous طبعا بدا بالايه، دي pigments are introduced into the body، الصبغه بتخش الجسم ازاي، عن طريق اول حاجه inoculation through the skin، ماشي، tattooing اللي هو اللي شفناه من شويه، the pigments taken up by ايه by histiocyte، وبعد كده بتروح على مين، على الليمف نودز اللي موجوده فين، الدريننج الليمف نود للمنطقه دي، او الليمف نود الخاصه بالمنطقه اللي حقنا فيها الايه الصبغه دي التاتو ده. انسبيريشن طبعا المفروض المصطلح مش كده خالص، يعني كده مش ما ينفعش الكلمه دي، اسمها انهاليشن، يعني كلمه انسبيريشن دي اكتر خاصه بالتنفس يعني، ماشي، انسبيريشن اكسبيريشن شهيق زفير بتاع، انما يعني المفروض هي الصح اسمها انهاليشن، ماشي، استنشاق بيستنشقها يعني. Inhalation of carbon particles through the respiratory passages، ماشي، وبعدين بيروح فين؟ بيروح عند الممرات الهوائيه، بيروح على الرئه ويعمل حاجه اسمها anthracosis، اسمها ايه؟ anthracosis اللي هي النقط السمراء اللي احنا شفناها فين؟ جنب الالفيولاي دي. طيب الحاجه الثانيه ingestion اللي بيبلعها يعني through elementary tract الجهاز الهضمي، يعني ده الجهاز الهضمي، ماشي. يقول لك بقى هنا المنظر عامل ازاي؟ يقول لك اول حاجه السيلفر دراجز، الادويه اللي فيها ايه؟ الفضه دي، بتعمل pigmentation of skin and mucous membrane ويسموها argyria، ماشي، اللي هو احنا شفناه اللون العام زي الجريش كلر اللي احنا شفناه من شويه ده، اللون الرصاصي ده، ماشي، ده دي اسمها argyria. طيب ايه تاني؟ الكرونيك ليد بويزننج، تسمم الرصاص المزمن، pigmentation يعني ايه اللي بيحصل بقى؟ بلو لاين على الايه؟ على الجمز، بيسموها بلامبيزم، اسمها يا اخوانا ايه؟ بلامبيزم، والفضه كان اسمها argyria. بعد كده اكسس انجكشن اوف كاروتين، ده في الجزر طبعا، يعني ده بيل يلو ديسكلريشن اوف سكن، بيسموها كاروتينيميا، اسمها يا اخوانا ايه كاروتينيميا. ده بالنسبه للايه للحالات بتاعت مين، الاكسوجينوس بيجمنتيشن. طيب ندخل على حاجه تانية بقى، الصبغه مصدرها من داخل الجسم، من داخل الايه الجسم. ايه اشهر الصبغات اللي موجوده داخل الجسم؟ الميلانين، صبغه الايه الميلانين اللي موجوده فين، في الجلد دي، تمام. طيب الصبغه دي عامله ازاي؟ بص معايا، طيب
اول حاجه يقول لك باثولوجيكال ميلانين بيجمنتيشن. الميلانين ده يا جماعه يا اما هيزيد يا اما هيقل. فيقول لك ايه، في اوفر برودكشن اوف ميلانين، يعني يزيد الميلانين، او ديمينيوشن اور ابسنس اوف ايها اوف ميلانين، يا اما يزيد يا اما ايها يقل. طب يزيد في حالات ايه؟ بص معايا، اول حاجه اورام الميلانين ده من احد الاورام الخبيثه بنسميه ميلانوما. يعني تعال نتفرج كده ونشوف الشكل عامل ازاي. بصوا المنظر ده، يعني حاجه زي كده، تلاقي الجلد مثلا في بقعه كده غامقه كده، عارفين الحسنه دي حاجه زي كده، بس ايه غريبه الشكل شويه، ماشي، دي اسمها ميلانوما. طب كده الميلانين زاد ولا قل؟ زاد، ماشي، ده اسم برضو ايه. طب الميلانين ده موجود داخل الجسم ولا خارج الجسم؟ جوه الجسم، يبقى اندوجينوس ولا اكسوجينوس؟ اندوجينوس، يبقى ده اندوجينوس، ونوع الصبغه هنا ايه؟ ميلانين، وزادت، ماشي، يبقى ده اول مثال على ايه؟ زياده الميلانين بيجمنت. ايه تاني؟ بص معايا، يقول لك ميلانوزيس كولاي. كلمه كولاي يعني الكولون، ميلانوزيس شبه الميلانين. تيجي تبص على القولون من جوه كده بتلاقي ايه؟ بقعه سمراء كده موجوده في قلب الايه؟ في قلب القولون. يقول لك ايه؟ باتشي، بقع يعني بلاكش، لونها اسود، كالرد ارياز اوف ميوكوزا اوف لارج جات، اللي هو يعني القولون يعني اللارج انتستين يعني. بس هي اكشوالي مش ميلانين عشان عارفين يعني، دي مش ايه، ما تعتبرش ايه ميلانين، دي بتحصل في بعض الحالات زي ايه؟ الاسهال او الكلام ده كله، بيحصل مشاكل زي كده، مشاكل القولون يعني، بس مش ايه، هي اكشوالي مش ميلانين، هي شبه الميلانين. فلو جيت حتى تبص بالمنظار عامله ازاي، بس يعني هو قال لك اوفر برودكشن اوف ميلانين وخلاص، ده المثال الموجود عندكم يعني. فتعال بص كده عامله ازاي في القولون دي، تيجي تبص على القولون من جوه، بصوا دخلنا بمنظار كده، منظار جهاز هضمي، وبدانا او منظار قولون، شوف المنظر عامل ازاي، بتلاقي بقع سمراء كده جوه الايه، جوه القولون. البقع السمراء دي اللي احنا بنطلق عليها اسم ميلانوزيس كولاي، اسمها كده، اسمها ايه؟ ميلانوزيس كولاي. ادي منظر. طيب يبقى ده برضو ايه؟ يقول لك انكريز بيجمنتيشن. حاجه تانية يقول لك اديسون ديزيز. ايه الاديسون ديزيز ده يا جماعه؟ احنا عارفين ان الكدني فيها غده كده اسمها السوبرا رينال ايه؟ جلاند، ماشي، السوبرا رينال جلاند بتستجيب للبيتيوتري جلاند، او هي بتعمل تحت الكنترول بتاع مين؟ بتاع الايه؟ الغده النخاميه البيتيوتري، عن طريق حاجه اسمها ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون او اي سي تي اتش. يعني البيتيوتري جلاند الغده النخاميه بتطلع حاجه اسمها ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، يروح يخلي السوبرا رينال جلاند ايه؟ تشتغل، ماشي. طيب المهم يعني اللي بيحصل ايه؟ لو حصل خلل في وظائف السوبرارينال، ما عادتش بتفرز، او في نقص في افرازات مين؟ السوبرارينال ايه؟ جلاند. فايه اللي بيحصل؟ مين اللي هيزيد؟ ماشي، الاي سي تي اتش. المفروض ان لما الافراز ده بيزيد يروح يقل مين؟ الاي سي تي اتش، حاجه اسمها فيدباك انهبيشن، او في فيدباك ريجوليشن يعني. فايه اللي بيحصل؟ البيتيوتري تطلع اي سي تي اتش، يروح على السوبرارينال، تبدا تفرز، تطلع الافرازات بتاعتها، اول ما تزيد الافرازات يروح يقل مينها؟ الاي سي تي اتش. طب لو فضل الافراز بتاع السوبرين قليل 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 قليل، ده هيزيد. قال لك الاي سي تي اتش بقى ده، ماشي، بيعمل حاجه ايه؟ بيزود الميلانين بيجمنتيشن. لما بيزيد قوي من البيتيوتري جلاند نتيجه نقص الافراز بتاع السوبرينال، بيأثر على الايه؟ على الجلد، ويعمل اوفر ميلانين بيجمنتيشن. فقال لك اديسون ديزيز، اسم المرض ده اللي هو بقى نقص الافراز بتاع السوبرينال ده، اسمه اديسون ديزيز. ده اوفر بيجمنتيشن، يعني بيزيد البيجمنتيشن يعني اوف اكسبوزد ارياز اوف سكن زي الفيس والهاند اند ميوكوس ممبرين بتاع الماوث وبتاع الايه؟ اللثه، او اسمها الجمز. لو نشوفنا مثلا شكلها او منظرها اهي، ده المنظر بتاع مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ادي المنظر بتاع الاديسون اللي هو الهايبر بيجمنتيشن بتاعه او الاوفر بيجمنتيشن ده. بص المنظر عامل ازاي، هو الحاجات دي كده، ماشي، بتلاقي عند الكوع كده وعند المفاصل كده بتلاقي الجلد ايه؟ لونه غامق كده، ده بيسموها ايه؟ اللي هي الاديسون ديزيز، الاوفر بيجمنتيشن بتاع مرض الايه؟ الاديسون ده. طيب حاجة تانية برضو عندنا، حاجة اسمها كلوازما اوف بريجننسي ليدي، او يسموه بالبلدي كده كلف الحمل. يعني لما بتبقى واحدة حامل ايه اللي بيحصل؟ قال لك الجلد بيغمق شوية، بتلاقي كده عند الرقبة، عند المنطقة بتاعت البريست والنيبل كده، ماشي، الفيس نفسه برضو فيه ايه؟ انكريز بيجمنتيشن، بيقول لك براون باتشز. طبعا مش باتشز ولا حاجة، اسمها باتشز، ماشي، فين؟ في السكيم ديورينج بريجننسي، نتيجه خلل في الهرمونات، او في يعني ايه؟ تغيرات في الهرمونات دي تو اوفريان ديستربنس. فيعني بتيجي تلاقي واحده حامل مثلا بتلاقي منظر الجلد ده عامل كده، ماشي، تلاقي في كده اي حاجه، بقعه غامقه كده موجوده فين؟ في الجلد، ده بيسموه كلف الحمل، او بيسموه كلوازما اوف بريجننسي، او يعني برضه يقول لك ايه؟ ممكن يبقى الجلد حساس قوي تجاه الايه؟ الشمس في فتره الحمل دي، فاول ما تتعرض لاشعه الشمس الجلد ده بيغمق ايه؟ بدرجه كبيره،
ماشي، فتلاقي المناطق اللي هي معرضه للشمس اغمقت اكتر من ايه من المناطق الايه التانيه، بس بسرعه عن الايه او بدرجه اكبر منين من النورمال، اسمها كلوازما اوف بريجننسي. طيب يبقى ده بالنسبه كل ده اوفر ايه بيجمنتيشن، يبقى الاورام الخبيثه زي الميلانين الميلانوما، القولون لما جينا نبص منظار اسمها ميلانوزس كولاي، المرض بتاع اديسون بتاع السوبرينال ده، بس المصدر بتاع البيجمنتيشن هنا الغده النخاميه ماشي، يعني المرض ده نقص في افرازات السوبرينال، بس اللي خلى البيجمنتيشن يحصل افرازات البيتوتري اللي استجابت نتيجه مشكله السوبرينال، او كلوازما اوف بريجننسي اللي هو الكلف بتاع مين الحمل. طيب ممكن بقى الميلانين يقل، طب الميلانين اللي قل ده يبقى الجلد ايه فاتح قوي صح كده، يا اما الجسم كله يبقى كده، يا اما بقع بس او بطش كده موجوده فين في قلب الجسم. لو الجسم كله بقى ابيض كده وما فيهوش ميلانين خالص اسمها البينيزم، اللي هو الامهق ده مش عدو الشمس بيسموه كده، ده نتيجه كونجنيتال ابسنس، يعني هو اصلا مولود عنده ايه المشكله دي اوف ميلانين فروم ايه سكن، او بقع بيسموها الليكوديرما لوكالايزد الالبينيزم الجلد كله، الليكوديرما واخد بقع بيسموها فيتيلجو ماشي، او البهاء اسمها كده تمام. طب بيقول لك وايتش باتشز اوف اي اوف سكن، طب زي ايه كده، تعال نتفرج ونشوف مثلا المنظر ده. يبقى دلوقتي النقص البيجمنتيشن لو واخد الجسم ديفيوز او جنرالايزد واخد الجسم كله اسمها البينيزم، لو واخد بقع بس في الجلد اسمها ايه ليوكوديرما المنظر. يبقى ده مين ده انهي واحد فيهم ده المنظر ده كده البينيزم، او ساعات بيسموه الالبينو ماشي ده تمام، دي اللي هي اسمها ايه الالبينيزم. طيب المنظر التاني اللي هو ده، بص منظره كده عامل ازاي اهو، ده واخد بقعه كده فين في الجلد كده اسمها الليكوديرما، وكان من ضمن الناس اللي عندهم الليكوديرما دي اللي هو مايكل جاكسون لو تسمعوا عنه وتعرفوه يعني اكيد عارفينه يعني ماشي، دي اسمها ايه اللي هي ايه، طبعا كان بياخد حاجات ادويه كده وحاجات عشان يتخلص منين من البقعه دي، يبقى كله ابيض بقى يعني، قال لك خلاص مش هي كده كده نبيض وخلاص. المهم يعني ده بالنسبه للايه دي اسمها الليكوديرما، زي مرض كده بيسموه فيتيلجو ماشي، ودي كان دي اسمها الايه الالبينيزم، دي بقى ده نقص ولا زياده، نقص نقص واخد الجسم كله البينيزم عامل بقع ليكوديرما. طب ده بالنسبه للايه الاول حاجه في طب كل الكلام ده بقى الميلانين ده اندوجينوس ولا اكسوجينوس، يعني الميلانين ده دلوقتي اندو ولا اكسو، يعني حاجه من جوه الجسم من جوه الجسم، يبقى ده مثال على الاندوجينوس ايه بيجمنتيشن، اول حاجه اللي هو الميلانين بيجمنتيشن ادي حاجه، او باثولوجيكال بيجمنتيشن اوف ميلانين. طيب مثال اخر او نوع تاني من الصبغات، حاجه اسمها لايبوكروم بيجمنت او اسمها لايبوفوشين بيجمنت. طب ايه بقى اللايبوفوشين دي او اللايبوكروم ده، دي برضو داخل الجسم، الصبغه دي نورمالي موجوده في بعض الخلايا بتاعتنا ماشي، يعني احنا عندنا اصلا الليبيدز اللي موجوده عندنا في الخلايا اللايسوزوم الدايجيشن بتاعها بتاع الليبيدز دي بيسيب بقايا كده جوه الايه السيتوبلازم، البقايا دي اسمها ايه اسمها اللايبوكروم ايه بيجمنت، فهي عباره عن انسوليبل بيجمنت موجوده في قلب الايه السيتوبلازم بتاع بعض الخلايا زي الكاردياك ماسل وزي الكوربس ليوتيم بتاع الاوفري نورمال تمام كده عادي خالص، يبقى هي صبغه موجوده تدل على الاستعمال او الاستهلاك، فبيسموها كده بصوا معايا وير اند تير بيجمنت، يعني ايه اول ما تشوفها كده بتدل ان هي ايه حاجه في استعمال كتير في الخلايا دي او في حاجه استعملت في الخلايا دي، يعني مثلا بتلاقي مثلا واحد ايه ماشي ولابس جزمه مقطعه او جزمه مقطعه او جزمه مثلا مبهدله في رجليه، او بص على الجزمه كده تشوف المنظر التقطيع والحاجات دي كلها، ايه ده ده ايه ده بقاله كتير لابسها الجزمه دي، فهمت المنظر عامل ازاي؟ طب في نفس الفكره اما بص على كده على ايه على السيتوبلازم الصبغه دي كل ما تلاقيها زي كده تحس انه ايه في استهلاك اكتر فين في الخلايا دي او في استعمال اكتر لايه في الخلايا دي ماشي كده، او في نشاط ايه جوه الخلايا دي زياده شويه، مش قصدي نشاط زائد في الخلايا، انا قصدي يعني ايه الخليه عمرها كبير بقى يعني عدت عليها فترات كبيره جدا يعني ماشي، فبيسموها وير اند تير ايه بيجمنت، يعني الايه التير حاجه اتقطعت وير بيلبس ويقطع يعني حاجه بتدل على الاستعمال يعني ماشي، اسمها لايبوفوشين بيجمنت او اسمها لايبو ايه لايبوكروم بيجمنت. طيب يبقى بيقول لك ان اللايبوكروم از ان انسوليبل بيجمنت اولسو نون از لايبوفوشين ماشي، اند وير اند تير بيجمنت بتدل على الاستعمال يعني، اور ايجنج بيجمنت تدل على الايه ان التقدم السني يعني، وموجوده في الكاردياك ماسل وموجوده في حاجه اسمها الكوربس ليوتيم اوف ايه اوف بريجننسي ماشي. وبدا يديك مثال طب البيجمنت دي نورمال اهي، ايه بقى المشكله انها هتزيد ماشي، انكريز اللايبوكروم بيجمنتيشن ماشي. طب هتزيد ازاي؟ قال لك والله بص ان الخليه تخس او تكش ماشي، فقال لك ده بيتشاف امتى فين الكلام ده بقى، هناخد مثال على كده مثال يقول لك براون اتروفي اوف هارت،
طبعا بلون بني، اتروفي يعني ضمور، ضمور القلب البني. ايه الكلام ده؟ القلب حجمه يكش. ايه سبب ان القلب حجمه يكش كده؟ قال ده بيتشاف في الاولد بيرسونز في سن كبير قوي، ومعاهم فقدان كبير جدا فين؟ في الوزن، بيخس جامد قوي الشخص ده. ايه اللي يعرضه لموقف زي كده؟ بص يقول لك ليت ستيجز اوف مالجنت تيومرز، المراحل المتاخره جدا منين؟ من السرطانات. تمام، مالجنت تيومر يعني سرطان، مجاعات هيخس طبعا، او سيفير مال نيوتريشن نقص تغذيه رهيب. ماشي، شخص كبير وبتعرض لمواقف زي او حاجه زي كده، ورم خبيث او مجاعه او نقص شديد في التغذيه، ده بيحصل في القلب كده حاجه اسمها براون اتروفي اوف ايه، اوف هارت، الصبغه اللي هي اللايبوكروم بيجمنت دي. ماشي، احنا قلنا اصلا هي ايجنج بيجمنت، تخيل بقى ان الموضوع هنا بقى اعنف شويه، يعني ايجنج مع مشاكل تانية موجوده، ماشي، نقص تغذيه او سرطانات او ايا كان. ماشي، ده بيؤدي لايه؟ ان القلب الصبغه دي تزيد في الايه؟ في القلب، فالقلب حجمه هيكش طبعا، هو الشخص كله اصلا خس، تمام، فالقلب هو كمان هيخس، والصبغه تركيزها هيعلى جدا. طب هي كان لونها مصفر كده، هتبقى بني بقى. ماشي، فبيسمي براون اتروفي اوف ايه، اوف هارت. طب القلب يبقى شكله عامل ازاي؟ بصوا هنا هنا مثلا دي الكاردياك ماسل، بيقول لك نورمالي ان الصبغه دي موجوده جوه الايه؟ الكاردياك ماسل، تدل على الوير انتير. ماشي، وموجوده برضو عندنا في الاوفري، في الحاجه اسمها الكوربس، ايه؟ الجسم الاصفر، او حد بيسموه الجسم الاصفر، صبغه موجوده فيه اسمها الايه؟ اللايبوكروم بيجمنت دي. طيب تعال نشوف كده القلب الاول عامل ازاي اهو. ده الكاردياك، ده القلب اهو من بره. ماشي، القلب ده لون القلب كده لونه بني كده بالمنظر ده، وعليه بني فاتح شويه كده. ماشي، وعليه اللي هو الايه، حاجه اسمها الابيكارديال فات على القلب من بره كده، في دهون موجوده على القلب من بره، وفي عندنا الشرايين التاجيه او اسمها الكوروناري ارترز اللي هم شايفينهم دول. وبعدين طب تخيل بقى دلوقتي واحد سنه كبير وعنده جاله سرطان او مراحل متاخره بقى من السرطان، او اتعرض لمجاعه، او سيفير مال نيوتريشن، نقص عنيف جدا فين؟ في التغذيه، فالقلب هيكش حجمه، هيكش ريديوسد ان سايز. طب وبعدين لونه هيبقى عامل ازاي؟ يبقى اغمق، براونش ان كلر، بني كده غامق كده. ماشي، والكورونري بعد ما كان مفروض كده الشريان التاجي بقى ايه؟ مكشكش، بقى ايه؟ متعرج كده بالمنظر ده. ليه؟ ما هو كان مفروض لما القلب كان كبير، لما القلب كش بقى متعرج كده. طب والفات راح فين؟ قال لك قل خالص، الفات اللي هو على الهارت من بره ده خلاص الجسم استهلكه، لوس اوف بريك او ديكريزد البريكارديال ايه، فات، وتلاقي محل بيحل محله كده ماده عامله زي الايه، زي المخاط كده، بيقول لك جيلاتينوس ايه ماتيريال موجوده فين؟ على القلب من بره. حتى بصوا براون اتروفي اوف هارت، يبقى القلب لونه ايه؟ ها، بني، وحجمه ايه؟ قليل، ولما حجمه قل الكورونري اللي كان لابسه ده بقى ايه؟ بقى مكشكش عليه وايه، ومهربد عليه بالمنظر ده. فنقرا كده مع بعض الايه هو بيقول هنا ايه في براون اتروفي. بص معايا، طيب براون اتروفي اوف هارت، قلنا السبب بتاعه جروس بيكتشر بقى المنظر بالعين المجرده، الهارت بيكام ريديوسد ان سايز، حجمه قل، اند ويت، وزنه كمان قل، والفنتريكولار مايوكارديوم، العضله بتاع القلب بتاع الفنتريكل، ما هو الفنتريكل هو ده اكبر جزء في القلب، هو الفنتريكل وبالذات الليفت فنتريكل يعني، تمام، بيبقى ثين واتروفيد ضامر ولونه ايه؟ ها، بني يعني. حتى بص الصوره هنا، لو جينا خدنا مقطع في القلب اللي هو النورمال ومقطع في القلب اللي هو الايه اللي فيه براون اتروفي ده، بص بقى عامل ازاي، ده النورمال هارت اهو، ده الايه هارت فيه براون اتروفي، ده الفنتركل، شوف المنظر عامل ازاي، العضله بتاع الفنتركل بقت عامله ازاي، شوف خست حجمها قل كده بالمنظر ده، حصل فيها حاجه اسمها اتروفي. ماشي، هنا كان لونها فاتح شويه، بقت غامقه كده، تمام كده، حصل اتروفي فين؟ في المايوكارديوم بتاع الايه، بتاع الفنتركل اهو، ولونها بقى غامق كده. طب ايه تاني؟ والكورونريز الشرايين التاجيه بقت تورشس متعرجه. ماشي، ما كانت مفروضه الاول لما كان قلب كبير، لما كش بقت ايه؟ متعرجه كده. اند ذا بيريكارديال فات از ديمينيشد اند جيلاتينوس ان ابييرنس، يعني الفات اللي على البيريكارديوم من بره حجمه قل او كميته قلت خالص، وبعدين بقى عامل زي يكون ايه عليه حاجه زي المخاطيه كده من بره، او زي الجيلي كده من بره كده، او بيسموه جيلاتين يعني. المهم طيب، ده بالنسبه للايه، للجروس بيكتشر بتاعتها. نشوف بقى ايه تاني موجود عندكم هنا. بصوا مايكروسكوبيكالي ايه رايكم بقى؟ هنشوف هنا بقى ايه، المايوكارديال ماسل بالميكروسكوب هتبقى ثين، صح كده، واتروفيت هي كمان، وايه وذ يلوش كريستالز. ايه الكريستالات دي اللي موجوده؟ اللي هي بتاعت مين؟ اللايبوكروم اللي زاد قوي. ماشي، اون بوث سايدز اوف ايه اوف نيوكليا، يعني الكاردياك ماسل عامله كده، والانويه بالمنظر ده كده هنا النواه بتاعتها، تمام،
وتلاقي كده ايه في الصبغه اللي هي اللايبوكروم دي موجوده ايه بكميات كبيره كده كريستالات كده على جوانب الايه على بوث سايدز اوف نيوكليوس. فقال لك الميوكارديا فايبر ديمينيشد المسل فايبر قل قوي ثن وبأضامر وفي يلوش كريستالز اللي هي الصبغه بتاعت اللايبوكروم على البوث سايز بتاعت مين بتاعت النيوكليوس. دي اسمها اللي هي الايه دي تاني حاجه في الاندوجينوس بيجمنتيشن. اللايبوكروم دي من جوه الجسم ولا بره الجسم؟ من جوه الجسم. دي بنسميها لايبوكروم بيجمنتيشن. طيب تالت نوع بقى من الباثولوجيكال بيجمنتيشن في الاندوجينوس. احنا قلنا في اكسوجينوس وفي ايه اندوجينوس. طب الاندوجينوس ده ممكن ميلانين ممكن طب الميلانين يزيد او يقل. ممكن لايبوكروم اللي هو بتاع القلب والكوربس لوتيوم ده صح كده وخدنا مثال القلب. وفي بقى ايه هيماتوجينوس. هيماتوجينوس دي معناها حاجه مصدرها الدم يعني ماشي. ايه بقى اللي في الدم كده ممكن يعمل بيجمنتيشن؟ بص معايا الدم فيه حاجتين حاجه اسمها الهيموسيدرين والبيليروبين. ايه بقى الكلام ده كله؟ بيقول لك هيموسيدرين اند بيليروبين ار ديريفاتيفز اوف هيموجلوبين بريك داون. بص معايا دلوقتي عايز اقول لكم حاجه. عندنا حاجه اسمها كرات الدم الايه الحمراء ريد بلاد كورباسلز ماشي. كرات الدم الحمراء دي لها عمر يا جماعه. عمرها كام يوم؟ 120 يوم زائد او ناقص 7 ايام ماشي. يعني ممكن يزيد 7 ايام او يقل 7 ايام. طيب المفروض كرات الدم الحمراء دي بتتكسر يعني بعد ما توصل للعمر بتاعها ده بتتكسر خلاص. وبعد ما تتكسر بيطلع منها الهيموجلوبين ماشي. يروح فين؟ طب مين اللي بيكسرها؟ السبلين. الطحال هو اللي بيكسر كرات الدم الحمراء العجوزه دي. طيب لما يطلع الهيموجلوبين ده قال الهيموجلوبين ده يتكسر لحاجتين حاجه اسمها الهيم والجلوبين ماشي. هيموجلوبين مش هيم وجلوبين. الجلوبين ده بيروح على البون مارو عشان يكون هيموجلوبين جديد ماشي للار بي سي اللي بتنتج ماشي. الهيم هيروح كالاتي. بصوا هنا كده الهيم بقى مصدره فين؟ الهيم ده هيتكسر لحاجه اسمها ايرن وبروتو بورفرين. بعد كده البروتو بورفرين ده يعمل حاجه اسمها بيليفردين ويتحول لحاجه اسمها البيليروبين ماشي. المهم يعني الهيم ده هيطلع منه ايرن وبيليروبين. طيب الايرن المفروض يروح على البون مارو عشان يصنع هيموجلوبين جديد الحديد ده تمام كده. يبقى احنا كده في حاجتين راحوا على البون مارو الجلوبين والايرن. طب والبيليروبين ده هيروح على الليفر ماشي وينزل بعد كده اكسكريتد فين؟ في الليفر. وبرده في جزء منه بيروح على الكدني وينزل فين؟ في الكدني. وبيدي لون كده البراز اللي هو اللون البني بتاع البراز وبيدي البول لون الاصفر بتاع مين؟ بتاع البول ده. والجسم بيتخلص منه ايا كان بقى السايكل بتاعت مين بتاع البيليروبين ده ماشي. ليها كده قصه ان شاء الله مع الايه في الليفر ديزيز ان شاء الله نتكلم عنها باذن الله بعد كده ان شاء الله. طيب الحديد ده بقى لو زاد ماشي ماشي. طب يزيد امتى؟ لو التكسير زاد يعني لو تكسير الهيموجلوبين زاد فالحديد ده هيزيد مش كلام. طب لو الحديد زاد طبعا والبيليروبين هيزيد مش كلام. انا بتكلم على كله هيزيد دلوقتي بس كلام الحديد ده لو زاد. الحديد ده لو زاد هيتحد مع تيشو بروتين ويترص ايه بيترصف في الانسجه ويتحد مع تشو ايه بروتين ماشي. ويعمل حاجه اسمها هيموسيدرين. اسمها يا اخوانا ايه ها؟ الهيموسيدرين. ويسموا الحاله دي هيموسيدروزس. اسمها ايه ها؟ او هيموكروماتوزس. يبقى تاني بص معايا الهيموجلوبين الار بي سيز بيطلع منها ما بتتكسر بيطلع منها الايه الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده بيتكسر الى في الميتابوليزم بتاعه الهيموجلوبين. الجلوبين يروح على فين؟ على البون مارو. طب والهيم؟ قالك الهيم يتكسر لحاجه اسمها الايرن والبروتوبورفيرين. الايرن يروح على البون مارو عشان يصنع هيموجلوبين جديد والبروتوبورفيرين يتحول لحاجه اسمها البيليروبين يروح على الكبد والكلى وينزله في البول والايه والبراز ايا كان بقى. طب الحديد ده لو زاد قوي يترسب في الانسجه ويعمل حاجه اسمها الايه الهيموسيدرين. ايه مصدر الكلام ده كله بقى؟ البيليروبين. طب البيليروبين ده لما بيزيد ماشي بيعمل حاجه اسمها الجوندس الصفراء ماشي. طيب فبصوا هنا الهيموتوجينوس بيجمنتيشن عباره عن هيموسيدرين وبيليروبين مالهم ار ديريفاتيفز اوف هيموجلوبين بريك داون ده المصدر بتاعهم. طب نبدا كده الهيموسيدرين ماشي بيجمنتيشن مش احنا قلنا فيه هيموسيدرين وبيليروبين. نبدا بالهيموسيدرين اللي هو الايرن كونتيننج بيجمنت ده
بيسموها هيمو سيدريم بيجمنتيشن او هيمو كروماتوزس. اسمها اخوانا ايه؟ كان في لايبوكروم بيجمنت، خلي بالكم دي ملهاش دعوه، ده اسم تاني، لايبوكروم. التاني اسمها هيمو كروماتوزس، خلي بالكم بس، شايفين ساعات الناس بتتلخبط كده بالايه في الاسماء دي. طيب قال لي والله الهيموسيدروزس ده عباره عن باثولوجيك ديبوزيشن اوف هيموسيدرين، فينها في التشو، اللي هو عباره عن ايه ده؟ ايرن كونتيننج بيجمنت. اسمها الايرن كونتيننج بيجمنت اخوانا، اسمها ليها الهيموسيدرين. طيب بص بقى هنا، في بقى حالتين من الهيموسيدروزس دي. الحالتين دول بص، في حاجه اسمها برايمري، يعني انت ايه المشكله دلوقتي؟ سبب هيموجلوبين او مش هيموجلوبين، ان في ايرن كونتيننج بيجمنت اترسبت فين او زالت في قلب الايه الانسجه دي، ماشي. الايرن ده بقى من هيموجلوبين مش هيموجلوبين، ده اسمه هيمو ايه، هيموسيدروز. طب تعال نشوف ايه اللي بيحصل. الهيموسيدروز دي بص انوعها عامله ازاي. الهيموسيدروز او الهيموكروماتوزس ده، ماشي، في برايمري وفي سكندري. في عندنا حاجه اسمها برايمري وفي سكندري. ايه البرايمري ده؟ قال لك البرايمري هيموكروماتوزس، قال لك انكريز ايرن ابزوربشن فروم انتستين. يا جماعه بصوا، النورمال الطبيعي ان الحديد اللي بيمتص من الامعاء اللي الجسم محتاجه بس، اي حاجه زياده عن كده بتنزل فين؟ بتنزل في البراز، ماشي. طيب يبقى النورمال ان الايرن اللي موجود في الانتستين الجسم بيمتص منه على قد حاجته فقط، اي زيادات بتنزل فين؟ في البراز. يعني في ناس تقعد تاخد فيتامينات وحبوب حديد وما اعرفش ايه وبتاع، الناس دول يلاقي البراز بتاعهم لونه اسود، بياخدوا حبوب حديد ده زي الهيموتون والحاجات دي. ليه اسود؟ لان الجسم بياخد اللي محتاجه بس، والباقي كله بينزل في البراز، ماشي، بيدي لون الايه الاسود فين؟ في البراز ده، ماشي. طيب في بقى المشكله هنا، قال لك ده خلل جيني، جينيتك ديس اوردر، بيسموها اوتوسومال ريسيسيف ديس اوردر، خلل جيني. ايه اللي بيحصل في خلل الجيني ده؟ ان اي حديد بيخش في الامعاء يمتص، اي حديد هيخش يا جماعه الامعاء هيمتص، طبعا ده خطر جدا، المفروض ان الجسم يمتص اللي هو محتاجه بس، هنا بقى بيمتص كله، اللي بيخش الانتستين يمتص على طول. طب ما كده كتير، يعني كتير على حاجه الايه؟ الجسم، فيبدا الحديد يترسب فين؟ يترسب في الانسجه، ماشي؟ طيب، ايه الانسجه الخطر اللي ممكن يترسب فيها؟ والله ممكن يترسب في الكبد، ماشي؟ ممكن يترسب برضو في الجلد، ممكن يترسب في البنكرياس. طيب لو ترسب في الكبد بيعمل نوع من تليف في الكبد كده بيسموه ليفر سيروزس، ماشي، نوع من تليف في الايه الكبد اسمه ليفر ايه، ها، سيروزس، تمام. طبعا ان شاء الله برضو في الليفر باذن الله في حاجه اسمها سيروزس وحاجه اسمها فايبروزس وايه الفرق بينهم، بس يعني دلوقتي مؤقتا كده اسمها ليفر ايه سيروزس، يعني بالعربي اسمها تليف في الكبد يعني. طيب الليفر سيروزس دي نتيجه ايه؟ ايرن كونتيننج بيجمنت اترسبت بين الليفر سيلز وبتاعه وبوظتها، ماشي، فعشان كده بيسموها بيجمنت سيروزس، اسمها بيجمنت ايه سيروز، نتيجه ترسبات بيجمنت في قلب الايه في قلب الليفر. طب الحديد ده لو ما اترسب في الجلد بيعمل ايه؟ قال لي والله الحديد مع لون الميلانين اللي موجود في جلدنا الطبيعي، ماشي، يروح مدي لون برونزي، يدي برونزد كولر، لون برونزي كده للسكن. طيب لو اترسب في البنكرياس، في عندنا خلايا حساسه جدا موجوده في البنكرياس اسمها الايلت سيلز بتاع لانجر هانس اللي بتطلع مين؟ الانسولين. قال لك هيدمر الايلت سيلز الحديد اللي بيترسب كتير ده ويعمل ايه؟ اسم مرض السكر، ما عادش في انسولين، اسمه دايابيتس ميليتس، ماشي. طيب حلو بقى، دلوقتي عيان عنده ليفر سيروزس ولون جلده برونزي وعنده السكر، فبيسموا المنظر ده برونزد دايابيتس. ايه كلمة برونزد دي؟ لون جلده برونزي. ليه دايابيتس؟ عشان حصل ايه؟ ترسبات موجودة فين؟ في قلب البنكرياس وعملت الايه؟ السكر ده. ده بالنسبة للايه؟ للبرايمري. البرايمري يبقى الحديد اللي يمتص من الامعاء كميته كبيرة جدا، ماشي، اي حديد بيخش الانتستين يمتص على طول ويترسب في قلب الانسجة اللي احنا شايفينها دي. تعال نشوفه كاتب ايه. هيموسيدرين بيجمنتيشن، خلاص قلنا دي برايمري هيموكروماتوزس، رير هيريديتري ديزيز، مرض وراثي which affect males. سبب ايه؟ اوتوسومال ريسيسيف، بيأثر اكتر على الرجاله، ماشي، الميل، تمام. اوتوسومال ريسيسيف ديزيز، اكسسيف ابزوربشن اوف ايرن فروم ديودينال ميكوزا الانتستين، يعني هنا
سمول انتستن اهي الديودنم، وباثولوجيكال فيتشر بتاعته الايرن ديبوزيتس ان او ديبوزيشن فين في الليفر، يعمل حاجه اسمها سيروزس، قلنا اسمها بيجمنت سيروزس، بيجمنت سيروزس. وفي البنكرياس يعملها دايابيتس ميليتس، وفي الجلد يدي بلون جل لون البرونزي، والحالتين دول كده مع بعضهم كده بنسمي الحاله دي برونزد دايابيتس. ماشي، ده بالنسبه للبرايمري. طيب هل في اي تكسير ار بي سي او في حاجه هنا؟ لا مفيش اي حاجه. طب في مرض معين يعني ظاهر مثلا بيكسر في الحديد؟ مفيش تكسير ولا اي في الهيموجلوبين ولا مفيش اي تكسير في حاجه. ماشي، هو المشكله كلها ان في خلل جيني عند الشخص ده عشان كده اسموه برايمري. ماشي، مفيش ديزيز تاني بيسبقه، يعني مش الحديد راسب نتيجه مرض تاني خالص، لا هو في خلل جيني معين، امتصاص زاد جدا من الانتستين وترسب فين؟ في قلب الايه؟ في قلب الانسجه. دي اللي هي مين دي هنا؟ دي البرايمري هيمو ايه؟ كروماتوزس. طيب بص معايا، سكندري هيمو كروماتوزس. هنا بقى في مشكله، عامل التكسير فين؟ في الهيموجلوبين. بص السكندري دي، يبقى دلوقتي بص هنا الهيمو كروماتوزس برايمري اللي هي الخلل الجيني وسكندري. طب السكندري دي في حديد هيترسب في الانسجه، ماشي، نتيجه مشكله تانية حصلت. ايه المشكله بقى التانية؟ هنعرف دلوقتي. الترسيبات دي ممكن تبقى حته صغيره لوكالايزد، او ممكن تبقى سيستميك او ديفيوز او جنرالايزد، واخد الجسم كله. ممكن تبقى ايه؟ لوكالايزد، او ممكن تبقى يا اخوانا جنرالايزد. طب تتوقع البرايمري دي كانت ايه؟ احنا ما قلناهاش برضه، يعني هل البرايمري تنفع لوكالايزد؟ طبعا لا، الامتصاص بتاعه هيخش على الانتستين هيروح على الجسم كله، اكيد جنرالايزد برضه. ماشي، احنا ليفر وبنكرياس وسكن، تمام، يبقى البرايمري دي جنرالايزد. تمام، طب ايه اللي يخلي الحديد يترسب في حته صغيره كده مثلا؟ اي لو ساعات مثلا واحد بيبقى مثلا ايه اتخبط في دراعه ولا في رجليه ولا في بتاع، وتلاقي فيه كدمه كده اتكونت كده، مش حاجه لونها بنفسجي كده او غامقه شويه مزرقه كده. تمام، ده عباره عن ايه؟ قال لي والله اصل الخبطه دي كسرت شويه او قطعت شويه كابيلاريز كده، شعرات دمويه، وحصل نزيف كده فين؟ لوكال في المنطقه دي، والنزيف ده عباره عن شويه دم، والدم بيطلع من هيموجلوبين. الدم اول ما بيطلع من الاوعيه الدمويه بيتكسر، يعني لما بيتخبط والكابيلاري اتفرقع، ماشي، بيطلع منها شويه ايه؟ ار بي سيز. الار بي سيز لما بتطلع من الاوعيه الدمويه بتتكسر ويطلع منها ايه؟ الهيموجلوبين، ويعمل بقى الهيموسيدرين في المنطقه دي. يعني لو جينا مثلا نشوف شكلها عامل ازاي، بصوا هنا كده، بص الصوره مثلا هنا كده زي دي اهو، بصوا حاجه زي كده، ماشي، دي ايه؟ لوكالايزد. شوف المنظر عامل ازاي، خلاص خبطه زي كده. ايه بقى الازرق ده؟ ده الهيموسيدرين. طب سؤال، ده واخد الجسم كله ولا واخد حته صغيره؟ واخد حته صغيره، يبقى دي لوكالايزد هيموسيدروس. ماشي، طيب ايه بقى اللي يخلي التكسير مثلا او الحديد يترسب في الجسم كله؟ قال لي والله ممكن واحد بياخد علاج حديد بكميات كبيره جدا، او بياخد برولونجد ايرن ثيرابي، ماشي، نتيجه اي مرض معين مثلا، ماشي، الحديد اللي بياخده بيحصل حاجه اسمها ايرن اوفرلود، بيزيد في الجسم جدا ويترسب في الانسجه، يبقى ده سكندري، بياخد حديد بكميات كبيره. او الدم بيتكسر في الجسم كله نتيجه مرض معين، تكسير الدم ده بيسموه هيموليسز. ماشي، يعني هنا حصل هيموليسز للدم بس لوكال، انما المرض التاني اسمه هيموليتيك انيميا، اسمها كده هيموليتيك انيميا. هنا الار بي سي اللي في الجسم كله بتتكسر بقى، والحديد بيترسب فين؟ في انسجه الجسم ايه؟ كلها. فتعال نشوف كده برضه، هو بيقول لنا ايه؟ السكندري ممكن تبقى لوكالايزد هيموسيدروزس، وممكن تبقى جنرالايزد هيمو سيدروزس. ماشي، اللوكالايزد هيموسيدروزس اراوند ارياز اوف هيموريج، ماشي، المناطق اللي فيها نزيف يعني، از براونش بيجمنت يوجوالي تيكن اب باي هيستيوسايتس، يعني الحته اللي انتم شفتوها دي مش هتفضل كده، الاول لونها ايه؟ غامق كده مزرق كده، اللون يبدا يخف 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 يقل 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 يقل. ماشي، راحت فين اللون ده؟ الهيستوسايت بدات تاخد الايه؟ الهيموسيدرين ده، وتخلص الايه؟ الجزء ده من النسيج من الهيموسيدرين. طيب جنرالايزد قلنا زي ايه بقى؟ بيحصل في حالات تكسير الدم العام في الجسم اسمها هيموليتيك انيميا، ماشي، وافتر برولونجد ادمنستريشن اوف ايرون، واحد بياخد حديد لفتره ايه؟ طويله جدا. ماشي، طب الهيموسيدرين ده يروح فين؟ اكسس هيموسيدرين اللي هيترسب ده هيروح فين بقى؟ بص معايا كده هنا، ديبوزيت فين؟ في الخلايا بتاع الريتيكولو اندوثيليال سيستم،
زي مين كده؟ زي الليفر وزي السبلين، ماشي. ده عباره عن ايه؟ ايه اسمه كده؟ الار اي اس، او ريتيكيول اندوثيليال ايه سيستم. ده عباره عن فاجوسيتك سيستم، يعني جزء كده من الجهاز المناعي بتاعنا بيخلص الجسم من اي اجسام غريبه بتخش فين؟ بتخش جواه، بيسموه ريتيكيولو اندوثيليال سيستم. موجود في البون مارو، موجود في الانسجه الليمفاويه بتاعتنا، وموجود في الكبد، ماشي. الحديد بقى يترسب فين؟ في قلب الانسجه دي اللي اسمها ريتيكيولو اندوثيليال ايه سيستم. وفين كمان؟ في الليفر. وفين كمان؟ في الخلايا بتاع التيوبيولز بتاعت مين؟ بتاعت الكدني. دي اللي احنا بنسميها جنرالايزد هيمو ايه؟ هيموسيدروز. طيب نرجع تاني مرجوعنا، افتكروا بقى ايه الهيموجلوبين كان عامل ازاي؟ كان بيطلع منه الهيم والجلوبين، والهيم بيدي ايرن وبروتوبورفيرين، ماشي. ده اللي كان بقى بيعمل حاجه اسمها بيليروبين. قلنا بقى لو الايرن زاد هيموكروماتوزس، البيليروبين زاد بيعمل جوندس. بيعمل ايه جوندس؟ هو ايه الفكره بتاع البيليروبين ده؟ ايوه، لا بص، هو البيليروبين ده سريعا كده بس نفهم القصه بتاعته عامله ازاي. بيروح على الليفر، ماشي، يحصل له حاجه اسمها كونجوجيشن، وينزل مع العصاره الصفراويه، يروح على مين؟ على الانتستين، بعد كده ينزل في البراز في الاستول، وفي جزء منه بيروح على الكدني. في كده حاجه اسمها انتيريو هيباتيك سيركوليشن، بيروح على الكليه بعد كده. المهم يعني بينزل مع، في جزء منه بينزل مع البول، حاجه اسمها يوروبيلينوجين. الخلاصه ان في البيليروبين اللي طلع ده نورمالي بيروح على الكبد، وبعدين ايه يحصل له حاجه اسمها كونجوجيشن، وينزل فينها مع العصاره الصفراويه، يروح على الايه؟ على الانتست. طيب لو البيليروبين ده زاد في الدم، زاد في الدم يعمل حاجه اسمها جوندس. اسمها ايه؟ جوندس. بصوا هنا، طب الجوندس دي ممكن ثلاث انواع. حاجه اسمها هيموليتيك جوندس او الصفرة، او اوبستراكتيف جوندس، في نوع كده اسمه هيباتو سيلولار جوندس. برضه سريعا كده، ايه الجوندس دي؟ اه زي ما انتم شايفين كده، كلمه جوندس دي معناها يلوش discoloration of skin and mucous membrane due to increase، ماشي، serum bilirubin. البيليروبين لما بيزيد بيعمل يلوش ديسكالوريشن في السكن والميوكوس امبرينز، واحنا شايفين ده اسمه الصفرة. امال دي ايه دي؟ الصوره دي شايفين ده واحد مخبوط اهو، وفي طلع شويه كده ايه ده لوكالايزد هيموسيدروزس، ماشي. ده برده منظر عامل زي دي كده برده، فاكرينها. المهم لما البيليروبين بيزيد بيعمل حاجه بقى، ده المرض احنا بنسميه الجوندس. ده الجوندس. فالجوندس عباره عن يلوش ديسكالوريشن في السكن والايه؟ والميوكوس ممبرين. طيب ايه سبب انكريز السيرم ايه؟ بيليروبين. طب ايه اللي يزوده؟ ايه اللي يزود السيرم بيليروبين؟ قال لك ثلاث حاجات، هي جوندس، هيموليسيس، ليفر نفسه فيه مشكله، او القنوات بتاع الليفر فيها مشكله. تعال نشوف كده. بصوا دلوقتي ايه رايك لو الحديد الهيموجلوبين بيتكسر بكميات كبيره جدا 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 جدا، فالبيليروبين هيزيد قوي قوي قوي، صح كده؟ بقى فوق طاقه الليفر لاستيعابه، يبقى هنا فهيزيد في الدم، ماشي، لان الليفر مش عارف ياخد كل الكميات المتكسره دي. ده بيحصل امتى؟ لما التكسير بيزيد، في حالات الهيموليتيك انيميا، فبيسموا دي جوندس نتيجه هيموليتيك انيميا، او تكسير الايه؟ الدم، ماشي. طيب بلاش يا سيدي، البيليروبين زي الفل، ما فيهوش اي مشكله خالص، والليفل بتاعه عادي، ماشي، وبيروح على الكبد عادي جدا، مفيش مشكله خالص. لما راح على الكبد في مشكله، القناه المراريه نفسها او اللي بينزل منها العصاره الصفراويه اتسدت، ماشي، بورم بقى، بحصوه، باي مصيبه، ماشي. فالبيليروبين هيروح فين؟ اللي بيروح على الليفر ده هيروح على الدم، ما خلاص ما مش عارف ينزل منه، يبقى سموا دي جوندس نتيجه اوبستراكشن. فين؟ في قنوات الايه؟ الكبد. او مثلا ورم في البنكرياس، القنوات بتاع البايل بتعدي عند البنكرياس، قفل القنوات بتاع البايل دي، يعمل حاجه اسمها اوبستراكتيف جوندس. اسمها ايه؟ اوبستر، يعني او جوندس نتيجه اوبستراكشن. قال لك طيب المشكله الثانيه،
الليفر نفسه فيه مرض معين، ماشي، في مشكله فين في الليفر نفسه، فالليفر مش عارف ياخد كل البيروبين، ماشي، اللي موجود في الدم اللي هو طبيعي بيتكون، واللي بيكون حتى البيلوبين اللي خده مش عارف يفرزه. يبقى كده اللي هيحصل، البيلوبين ده هيزيد، واللي هيتكون جوه برضه مش هينزل فين، في العصاره الايه الصفراويه، فيحصل حاجه اسمها جوندس نتيجه مشكله في الكبد، هيباتو سيلفر جوندس، يعني الكبد مش عارف ياخد البيلوبين ده، في مشكله في خلايا الكبد نفسها، وحتى اللي بياخد منه كميه قليله، الكميه القليله بياخدها دي مش عارف ينزلها فين، في قلب البايل نتيجه انسداد او في مشكله جوه الليفر، لا مش انسداد يعني حاجه جوه الليفر نفسه، في مرض معين موجود جواه، ماشي، دي بنسميها هيباتو سيلولار اي جوندس او جوندس نتيجه خلل فين في وظائف الكبد ايه نفسه. ادي الثلاث انواع منين؟ من الجوندس، وفي كل انواع دي بيحصل يلوش ديسكولاريشن في السكن اند ميوكوس ايه اند ميوكوس ميمبرين. خلاص ده بالنسبه لايه؟ طبعا في حاجات معينه وفي اختبارات معينه بنعملها عشان نفرق انواع الجوندس عن ايه؟ عن بعضها. ماشي، نعرف ازاي كده هيموليتيك جوندس ولا هيماتوسيلولار ولا اوبستراكتيف جوندس، ان شاء الله في البايو بقى وكمان وفي الفيسيولوجي باين، ماشي، بتفرقوا الحاجات دي، وبرده هنتكلم عنها باذن الله ان شاء الله في السيستميك باذن الله في الليفر ديزيز باذن الله. طيب في انواع بيجمنتيشن ثانيه، الموضوع اسمائه كبيره قوي يعني يعني ايه ما تتخضوش منه، بس بص فاضل بقى عندنا حاجه كده ايه، خلي بالك كل ده من جوه الجسم، يعني الميلانين اندوجينوس بيجمنتيشن، اللايبوكروم بتاع القلب ده فاكرينه اندوجينوس بيجمنتيشن، الحديد والبيلوروبين والكلام ده كله اندوجينوس من جوه الجسم نفسه اندوجينوس، ما جاتش حاجه من بره اندوجينوس ايه بيجمنتيشن. فاضل بقى حاجه اسمها باراسيتيك، ايه باراسيتيك؟ طفيليات جوه الجسم وتعمل بيجمنتيشن، معاكم مش الطفيليات دي جايه من بره، لا يعني لما دخلت الجسم خلاص بقى هي جوه دلوقتي، ماشي، بدات تعمل ايه مشاكل جوه الجسم كده وتطلع بيجمنت غريبه، ماشي. طيب ايه الحاجات زي كده؟ قال لك حاجتين زي الملاريا والبلهارسيا، مرض الملاريا بتاع قرص الناموس ده وبلهارسيا بتاع الدوده بتاع الترع دي. بصوا هنا ايه الفكره في الموضوع ده، الملاريا في ناموسه معينه بتبقى مصابه كده بتقرص الايه البني ادم ده ويبدا الباراسيت يخش الجسم، يروح فين؟ يعيش جوه الكرات الدم الحمراء بالمنظر ده، والباراسيت ده بيطلع بيتغذى على الهيموجلوبين الموجود جوه كرات الدم الايه الحمراء، شوفوا طفيلي تمام كده، وبيطلع بيجمنت كده اسمها هيموزاين، ماشي، براونش بيجمنت كده موجوده فين؟ بتطلع من الباراسايت ده. الصبغه اللي بتطلع من الباراسايت ده نتيجه ان هو بيتغذى على الهيموجلوبين، ماشي، اسمها الايه الهيموزاين، ماشي، الصبغه دي بتدي لون براونش كده بيسموه ايه اللي هو نوع من الباراسيتيك بيجمنتيشن. في برضه حاجه هنا بيقول لك دي اسمها مالاريال بيجمنتيشن برودوسد باي اكشن اوف مالاريال باراسايت على الار بي سيز هيموليسيس اوف ار بي سيز، وبيطلع براونش بيجمنت كده. بص بقى الحته دي ويتش ار نيجاتيف فور براشن بلو رياكشن، ايه ده؟ يعني دلوقتي في بيجمنت لونها بني دخلت فين او اتكونت فين في الجسم ده، براونش بيجمنت نتيجه وجود الملاريا اللي موجوده فين في الار بي سيز دي، تمام، وكسرت مين الار بي سيز، بس بيقول لك ايه دلوقتي انا عايز اشوف الصبغه دي، ممكن تكون هيموسيدرين مش كده برضه، ما ار بي سيز اتكسرت وبتاع، قال لك لا هنعمل تيست معين كده، ماشي، اسمه براشن بلو رياكشن، ده معناه ايه؟ قال لك البراشن بلو رياكشن ده بيكشف عن الحديد، ماشي، لو في حديد فبيسموها بوزيتيف براشن بلو رياكشن، مفيش حديد بيسموها نيجاتيف براشن بلو رياكشن. فقال لك الملاريا لما دخلت في الجسم وطلع منها الصبغه نتيجه التكسير اللي حصل ده، والبيجمنت اللي اتكونت، البيجمنت دي مش هيموسيدرين، ماشي، دي ما فيهاش ايرن اصلا، ليه عملنا لها تيست كده اسمه براشن بلو رياكشن عشان نثبت ان ما فيهاش ايه ايرن موجود. ادي حاجه. النوع الثاني من الباراسايتس البلهارسيا، بص المنظر عامل ازاي، دوت البلهارسيا دي دوده من الديدان الذكيه جدا اللي بتعيش فين في الجسم، ماشي، طبعا مش نورمال طبعا، يعني قصدي ممكن بتخش، طبعا واحد بينزل الترعه وممكن تخش جسمه عن طريق الجلد وبتاع، ليها مراحل تطور معينه هتعرفوها في الباراسيتولوجي. الدوده دي فيها مشكله، ايه الدوده دي؟ قال لك بتتغذى على الار بي سيز، هي بتعيش على الار بي سيز، بتخش عند القناه الجهاز الهضمي بتاعنا كده او الجهاز البولي وتتغذى على الايه؟ على الار بي سيز، والاخراج بتاع الدوده بيعمل براونش بيجمنت كده، ماشي. فاقول لك بالهرزه بيجمنتيشن سين بتشفن بقى في الريتيكولو اندوثيليال سيلز، برضو احنا اتكلمنا عنهم شويه، اوف ذا ليفر سبلين ليمف نودز as brownish black granules، brownish black ايه granules، ده الاخراج بتاع الدوده، يعني هي بتتغذى على الار بي سيز والاخراج بتاعها هو البراونش بلاك ايه granules دي،
يبقى ده برضو المصدر بتاع البيجمنت دي منين؟ من جوه الجسم. وبعدين كده دي اكسوجينس، بيقول لك ما الدوده دي جايه من بره، لا الدوده خلاص دخلت الجسم واستقرت فيه وبتتغذى بقى على الايه؟ على بتعمل مشاكل جوه الجسم دلوقتي، ويطلع الصبغه من داخل الايه؟ الجسم في حالات الملاريا وحالات الايه؟ البلهارسيا. بلهارسيا ماشي كلام؟ ده كده موضوع عام كده، او يعني اتمنى تكونوا فهمتوا الايه الامثله الكتيره دي. ولو ما فهمتش الفيديو يعني، او مثلا حاسس ان الكلام كتير، حاولوا تشوفوا مره واثنين وثلاثه. ولو في اي استفسار خاص بالموضوع ده، مثلا في حاجه معينه مش موجوده، ممكن جزء انا قلته مثلا بسرعه شويه ولا بتاع، عرفوني ايه الجزء المطلوب وانا هبدا ايه ممكن اعيده تاني بهدوء شويه عن كده. ماشي، ده بالنسبه للجزء ده، واتمنى يا رب تكونوا تفهموه. وانتظر تعليقاتكم، وانتظروا الفيديو الجاي بقى ان شاء الله على الباثولوجيكال كالسيفيكيشن والجود باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.